السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. أنا ألاحظ هناك عدد كبير من الأصدقاء في القناة ربما لا يدركون أو لا يعرفون منهج القناة والأهداف التي أرمي إليها من المواضيع التي أطرحها. أنا بالمناسبة لست مؤرخا، لست باحثا، وأنا ولست متنورا أو داعية للتنوير والتبشير. أنا لست كل هذا، أنا مجرد شخص يحاول أن يفهم ما يجري، يحاول إعادة تعريف المصطلحات أو تحليل وتفكيك هذه المصطلحات والمفاهيم التي تكاد تغمر حياتنا كليا، ودون أن نحاول أن نفهم ما هي هذه المصطلحات وما هي هذه المفاهيم. وهذه المفاهيم بالمناسبة التي هي في الوقت نفسه تبذت حياتنا والجوهر حياتنا والمادة التي نستعملها في كل شيء في حياتنا. نحن نتحدث ونتعامل ونتخاصم وفقا لهذه المفاهيم. هذه المفاهيم هي تشكل القاعدة الأساسية لتفكيرنا وعملنا وحتى أحلامنا وأفعالنا وكل شيء تدخل في حياتنا. كلمات مثل الإسلام، دين، حرية، مثلا كلمات لا أول لها ولا آخر، كلها مواضيع غامضة وغير مفهومة. الدولة، السلطة، العقل، الإنسان، الإله، النبي، الوحي، القرآن، أشياء لا أول لها، الفقه، العلم، كل ما تشاء من الكلمات. فبالتالي هذا كله هو هذا الجانب الذي أغفله كثيرون، ونادرا ما نجد ناس معنيين بهذه المسألة. لماذا؟ بحجة أن هنالك قلة طلب على هذا الأمر. هذه حجة لا تصلح. أنا جربت بنفسي وأدعو الجميع إلى التأكيد على هذه القضايا، لأنني أنا بدأت منذ سنة ونص أو سنتين وكان عدد المشاهدين قليل جدا، الآن العدد يتزايد. لماذا؟ لأنه الناس بدأت تعرف أن الحقيقة تكمن هنا، تدري الإشكالات التي نعيشها ونحن فيها هي بسبب هذه الأسس التي تشكل قاعدة تفكيرنا وعملنا ورؤيتنا ونظرتنا للعالم وكل ما في هذا العالم. وحتى أضرب مثال على هذا الموضوع، هناك مثلا موضوع فرضا موضوع مكة، وجود مكة وعدم وجود مكة. أنا بالنسبة لي هذا الموضوع أشبع بحثا، وكذلك مواضيع أخرى، وجود محمد كشخصية أو غير موجود، هذه مواضيع أولا أشبعت بحثا وأعرف تفاصيلها الدقيقة، يعني لا أكاد كما أعرف نفسي وكما أعرف، لا صعب واحد يعرف نفسه بصراحة، لكن كما أعرف اسمي، كما أعرف الأشياء الأساسية في حياتي اليومية. بالتالي فالحديث عن موضوع مكة هو ليس بجديد ولن يقدم شيء، لكن هنالك حديث عن ما معنى وجود مثلا محمد، ما معنى عندما أتناول موضوع مثل تناقضات القرآن. لا بس هذه التناقضات، أنا لست ممن يحاول أن يطعن بالقرآن أو أدى عداء مع القرآن أو أي شيء آخر، إنما لدي محاولة لفهم هذا الشيء. هنالك تناقضات نعم، وأشبعت بحثا وكثيرون تناولوها، إما ردا على من يدعي وجود تناقض أو تأييدا لمن من يؤكد وجود تناقضات في القرآن. بالحقيقة التناقضات موجودة. لماذا هذا الجدل؟ الجدل موجود لأن هنالك غايات وأهداف أيديولوجية وعقائدية موجودة خلف كل من يحاول كشف هذه التناقضات أو إنكارها. الموضوع بالنسبة لي عندما آتي إلى هذا الموضوع، أنا لا أتناوله بهذه الطريقة. أنا أجد هذه التناقضات وأكتشفها، ولكن أحاول ليس تفسيرها ولا تبريرها ولا تمريرها أو إقناع الآخرين بعدم وجودها أو وجودها. المسألة ليست خلافية بيني وبين آخرين أو أيديولوجية وصراعية، لا، هي المسألة أن نفهم لماذا ظهرت هذه التناقضات، ما الحاجة لها؟ لماذا القرآن كان مليئا بهذا التناقض؟ أنا أعترف بوجود تناقضات وأعترف بعدم وجود تناقضات، يعني ممكن الحالتين موجودات. بعض الأشياء أنا أدي حلقات قدمتها عن
بعض التحليلات لآيات قرآنية مثل تحليل آية وسنريهم آياتنا في الآفاق وأنفسهم، وأيضا إن الله لا يغير ما بقوم، وأيضا وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه آيات أنا سويت لها تحليل وفقا لهذا المنهج اللي أنا أدعو إلى اتباعه لفهم ما لغة القرآن وتناقضات القرآن وتداخلاته وغاياته. فبالتالي حتى أفهم تناقضات القرآن أنا أعود إلى لماذا يتناقض القرآن، ماذا أحيانا لا نجد لديه تناقض. السبب واضح، لأنه عندما تجد تراقب هذه التناقضات تجد أن هنالك غايات للقرآن، هناك مقاصد للقرآن. ما هي هذه المقاصد؟ هذه المقاصد باختصار هي مقاصد أي سلطة، أي حاكم. حاكم يريد أن يقنع الجمهور أو المحكوميه باتباعه وتطبيق كل إرشاداته. الحاكم بالنسبة للإسلام وكل دين توحيدي بالمناسبة هو أن يحظى بالطاعة، وإلا فلا يعترف بوجود أحد عدا هذا عدا المطيع. المؤمن بالمعنى الإسلامي والتوحيدي هو الإنسان المطيع التابع الذليل، والذي يجب يوميا عليه أن يذل نفسه ويقرر ويقر بعبوديته وقلة حيلته وضعفه، وأنه في خسر. ويكفي أنه ممكن أخليكم تطلعون على مواصفات الإنسان في القرآن وفي الدين كله، وهذا النهج الذي سار عليه جميع الفقهاء هو يؤكد هذا المنحة. هذا يؤدي بنا إلى معرفة حقيقة مهمة جدا يجب إدراكها، وهي أو السؤال، وهذا الحقيقة نكتشفها من خلال طرح هذا السؤال: ما هي غاية الإسلام؟ بصراحة ومن الأخير هي تدمير الإنسان، إنسانية الإنسان، جعله كائنا مطيعا خانعا دليلا تابعا، لا يناقش لا يجادل ولا يناظر، طبعا إلا بما فيه الحق، أي والحق هو الإسلام والله نفسه، أي أنه لا يناقش إنما يصارع، إنه لا يحاور إنما يقاتل ويجاهد وينافح ويكافح. فليس هنالك موضوع بالنسبة للمؤمن المطيع، المواضيع كلها ملغية ولا حاجة لنقاش أو حوار حول أي موضوع، الحقائق مكتشفة ونهائية، هنالك جواب لكل موضوع ولكل قضية، فما حاجتها المؤمن للحوار. هذه المسألة بالنسبة للمؤمن الجاهل أو الذي جرى تدجينه من اللحظة الأولى التي ولد فيها حتى مماته، واستمرت عملية التدجين معه مستمرة حتى مماته، هذا عملية مريحة، لأن الدين هو عبارة عن الأب أو وصاية الأب على أبنائه. شاهدوا مشهد المؤمنين والإمام الذي يقف على رأسهم على المنبر، المؤمنين جالسين على الأرض ولا يحق لهم بالكلام، الوصي يقف على المنبر ويعظهم. لاحظوا كلمة يعظ، يعظ معناتها أن الإنسان جاهل، إنسان لا يعرف كيف يتصرف، فيجب أن نعظه ونعلمه كيف يتعامل وكيف يتكلم وكيف يفكر وكيف يطيع وكيف يسمع الكلام. الموعظة هذه هي الفكرة الرئيسية، الموعظة عن إلغاء الإنسان، أي تدمير الإنسان وجعله تابعا وعاقلا، بمعنى العاقل يعني إنسان عاقل لا يخالف الأوامر ولا يقف بوجه من هو أكبر منه وأعلم منه. وطبعا الأعلى منه هو دائما هو الحاكم أو الرجل الدين الكبير، وكل ما تحته هم أناس جهلة أتباع عليهم واجب الطاعة فقط، وليس واجب أن يكونوا أناسا يحترمون إنسانيتهم ويحترمون حتى جهلهم وقلة حيلتهم وضعفهم، ولكن هذا الاحترام كما حدث في العصور الحديثة تحول إلى علم، تحول إلى شك، تحول إلى قلق. هذه كلها أشياء مفيدة للإنسان وليست مضرة، ولن تهدم الأمم وتسقط الأديان بسببها كما كان الإنسان القديم يظن، والإنسان القديم بما فيهم من متدينين مسلمين كانوا أو غير مسلمين. وعليه الإنسان المسلم المؤمن المطيع بين قوسين
هو الذي لا يحتاج الحوار، يحتاج فقط إلى أن يكون مطيعا، والطاعة فيها الخير كله. العبودية بالتالي هي مطلبنا وراحتنا النفسية، لذلك نمارس فروض العبادة يوميا 5 مرات، وسنويا شهر كامل نصوم، وهذه كلها ليست لي، إنما لتدجين الإنسان وتعليمه على أصول الطاعة، ويصبح سلوك المطيع السلوك يومي آني لحظي، لا يستطيع الإنسان الخروج من زنزانته الوهمية أو الافتراضية على الإطلاق، بحيث أنه عندما مثلا شخص مثل عندما يتحدث معه يقول له أنت تمارس طاعات يومية وعبادة يومية وتبخس حق نفسك في كل لحظة، لماذا؟ لا يستوعب هذا الكلام، أنه يوميا يمر بهذه العملية العبادة المستمرة 5 مرات يوميا، وخلقوا قصة المعراج لكي تتم السيطرة على الإنسان من خلال هذه القصة التي لا وجود غير معقولة طبعا، لكنها من أسس الدين، وأنا أؤيدهم في هذا الفكرة. في ذلك الوقت كان يجب أن يخترعوا ما يخترعون لكي يسيطروا على الناس، كان لحد الآن كان صعب المراس وصعب الحكم، ولا ألومهم، لا ألوم الفقهاء والعلماء الدين في ذلك الزمان، لا ألومهم على أشياء كثيرة، لكن الفكرة العامة هي لا بأس بها، لكن طريقتهم كانت سيئة جدا ومتطلبة، وكانت تخدم أفراد محددين وتشيع الجهل والتخلف بين المجتمعات، لكن كانت أكو ضرورات في ذلك الزمن. الآن هذا التصور يجب أن يلغى، ويجب أن يحترم الإنسان، ويجب أن يقدر هذا الإنسان، ونقول له أنت لست عبدا، الدين بأكمله يصف الإنسان بالعبودية، نقول للإنسان بصراحة أنت لست عبدا، وليس من المفروض عليك أن تؤدي فروض الطاعة يوميا أو شهريا أو سنويا، ولا ليس المفروض عليك أن تحج إلى بيت الله، وليس المفروض عليك أن تصلي، وليس المفروض عليك أن تصوم، هذه الأشياء من أسس الدين، لكن هذه أشياء لك كل الحرية في ممارستها. الحجاب ليس فريضة لتفعلي ما تشاين، أنت إنسانة ناضجة وواعية، و جعلناك تبلغين سن الرشد وفقا لتعاليم، هذه التعاليم لن نقف نركض خلفك تطبيقها، لا نتركك كما شئت، أنت ابتلكت حريتك الكاملة ونضجك ووعيك، ولك حق أن تمارسي حياتك كما تشائين. هذه هي هذا هو الدين الجميل اللطيف الذي يجب أن يكون عليه، لا علاقة لنا بما قاله أن هذا شيء مقدس وهذا حكم لا يمكن قطعي وذاك فطعي ونطعي، هذا كلام ما له علاقة، كانت مجرد أحابيل اخترعها الفقهاء لكي يحصنوا الدين من أي تغيير، ولكي هم من حقهم أيضا أكرر أن يفعلوا هذا، أن يحيطوا الدين بهذه الحالة من التقديس لكي يصبح مسألة غير قابلة للنقاش، وإذا كانت قابلة للنقاش لا يمكن أن يستمر الدين ولا يمكن أن يعيش لأمد طويل هذا الدين. فروض العبادة هي كما قلنا هي نجدها في كل، ليس فقط في العبادات اليومية المفروضة المعروفة، لكن أيضا نجدها في حديثنا مع أنفسنا كما نتحدث مع الآخرين مع أنفسنا، مئات المرات يوميا نكرر هذه العبارات، والتي يعني طمنها أو بثها الفقهاء ورجال الدين داخل المجتمع، عبارات مثل إن شاء الله، الحمد لله، بعون الله، الشكر، استغفر الله، الدعاء، أدعي، ندعو، عليكم السلام ورحمة الله، هذه كلها هي مظاهر العبادة والطاعة والانضواء والامتثال والخضوع والإذلال، وهي هاي تعريفات الدين كلها. نشوف افتحوا لسان العرب تجون هاي التعريفات الأساسية، سووا بحث بسيط تجون هاي التعريفات، والتي هي تكشف معنى الدين. الدين ليس هو الدين الذي يعطيك يمنحك التسامح ولا الحرية ولا هاي الأشياء اللطيفة التي يتحدثون بها على المنابر أو في مواقع التواصل، بالعكس الدين هو عكس هذه المفاهيم كلها ولا علاقة له على الإطلاق، إنما للترويج العام وكسب الأنصار أو لدفع الأخطار عن المؤمنين المطيعين، وضمن مهمات المؤمن المطيع هو أن يكافح ويقاوم الآخرين
وهي ضمن يعني ضمن عمله اليومي هذا. إذن ماذا وفقا لهذا المنظور اللي أنا تحدثت عنه، ماذا بقي مميزا من هذا الدين الذي صنعه الفقهاء؟ هذا هو دين فارغ، يفرغ الإنسان من إنسانيته، يحوله إلى عبد، كلمة عبد كلمة عمياء لا تنطق حتى باسم صاحبها، وما ما حاجته، ربما الناس يطلق عليها اسمه، هو لا حق له حتى بتسمية نفسه. هذا شوفون عبيد البيام الإسلام يغيرون أسماءهم، الجاريات يغيرون أسماءها، بحيث حتى الأشخاص العاديين تجد لديهم أربعة أسماء مثلا، حتى الخلفاء أسماءهم أبو بكر ليس اسمه ليس أبو بكر، وكذلك كثير من الشخصيات والصحابة. هذا الشخص بالتالي الناس لا يملكون حتى أسماءهم، فكيف نقول أنها لديهم حقوق كعبيد؟ ويعني يعني ما ممكن، أن العبد لا حقوق له، فبالتالي كيف تطالبه كأن يكون لديه حقوق كإنسان؟ هذا هو ليس إنسان بنظر الإله، لاحظ هذه المسألة، كان ليس إنسانا بنظر الإله، هذا راح أتحدث عنه بعد الفاصل. والآن ما هو هذا الإنسان الذي يتحدث عنه القرآن وجرى تعريفه بعد ذلك من قبل الفقهاء والكهان؟ الإنسان بالنسبة للدين هو إنسان جهول ظلوم عجول، كان حسب التعبير القرآني كان جهولا عجولا ظلوما مضلا يئوسا كفارا في خسر مناع للخير في كبد أكثر الناس جدلا خصيم مبين، أيضا خلق الإنسان ضعيفا. بهذا المعنى الله يتعامل مع الإنسان، يعني كما عندما نقرأ الآيات القرآنية نجد أنها هناك تعامل مماثل جدا لعلاقة الحاكم بالمحكوم، وهذا الحاكم مثل طبيعة أي حاكم لا يريد منه شيئا هو الطاعة، كل ما عداه لا يعنيه، بل أنه لا يجب أن يسعى لحفظ الإنسان. وهذه بالآية المعروفة، قالكم الآية فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أو قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فالفكرة أنه إله يقول له أنت لم نرسلك لك تحفظ هذا الإنسان، لا أريد من عندك أن تحفظ هذا الإنسان، إنما عليك أن لا تذهب أبعد من البلاغ، لا تهتم بمسألة حفظ الإنسان ولا الاهتمام به، كل ما عليك أن تبلغه أي أن تعطيه الموعظة التي تجعله يسير في الطريق الذي تشاءه أنت أو تشاءه أنا وأنت، يعني الله ورسوله معنا. قد يقول البعض إنه هذا الاهتمام من قبل الله لأنه يريد أن يبلغ الإنسان، لكن هذه الحقيقة ليست لا تعني اهتمام بالإنسان، ليس هذا الاهتمام ليس لأنه إنسان، بل لأن هنالك جهة أو سلطة أو إله أو نبي يريد من هذا الإنسان أشياء معينة لا يريد شيئا غيرها، وهذا بالتحديد هو الذي يريده الإله من الإنسان. الإنسان ليست لديه إرادة، إرادة الإنسان لا تعنيه، ما يعنيه فقط هو إرادة الطاعة التي تصدر على هذا الإنسان، فهو أي شيء آخر غير مهم. وهذا يعني عندما نشاهد التاريخ ونستمع للمؤمنين على المنابر ولسانهم طويل تجد هذه الحقيقة راسخة واضحة عندهم، وكأنما مسألة لا تقبل الجدل، كل ما عدا هذا بالنسبة للإله أيضا وبالنسبة لهؤلاء هو محرم وبادرة شر. طبعا هذا الشر هو ما هو هذا الشر؟ والشر بصراحة ما كل شيء يكره القطيع أو رب القطيع، أي شيء القطيع يجده باعثا للاستياء وللغضب وللكراهية، فهذا هو الشر، الشر الأعر الأمر. فالآية هي أكد هذا الموضوع، ما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، فبالتالي يقول لك حتى إذا إحنا يعني وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة
فرح بها، وان تصبهم سيئه مما قدمت ايديهم فان الانسان كفو. بمعنى المعاني ان اذا احنا ساعدناه فراح يفرح بها، واذا صارت هاي بعد ذلك نتائج سيئه راح الانسان يتمرد على هاي المساله. وهو هذا الكلام صحيح، يعني فعلا الدوله دائما يعني عندما تكون يعني تقدم الانسان امتيازات او سلطه يصبح هذا الانسان متطلبا اكثر ما كان، وان فرضت عليه شروط تعجيزيه او عاقبته او فعل شيء ما لا يرضيه اصبح كفورا. فعلا هذا يعني دوله تفكر بهذه الطريقه. فبالتالي القران هو كتاب دوله، كتاب يعني سلطه وليس دوله، دوله مفهوم حديث لم يكن سابقا. ولهذا سبب وجود الدين الاسلامي او صنع او اخترع الدين الاسلامي على يد الفقهاء الدوله العباسيه، لانه يريدون سلطه. فعندما تجي تشوف هذا الاسلام باكمل تجد السلطه تنضح منه في كل الجهات، وتجد الانسان يخرج منها في كل جهات. هو عباره عن كتله كامله لا انسان فيها، يجب التخلص من هذا الانسان ويجب السيطره عليه. هو بالضبط اشبه بحيوان كائن لا يمكن التعامل معه الا بعد ترويضه. هو اشبه بالافراش والماشيه والاغنام واي كائن طبيعته وحشيه. الانسان بالنسبه لهم اشبه بالحصان البري، فهذا الحصان البري يجب ان ندخله الى الحظيره ونجري عليه عمليات تدجين وترويض مستمره حتى ينصاع ويسير في الطريق السليم الطريق القويم او الصراط القويم. فبالتالي الانسان هو عباره عن كائن بري وحشي لابد من ترويضه، وهذا كلام فعلا لابد ان انه صحيح. صحيح الانسان ليس بالكائن السهل والذي يمكن السيطره عليه، لا، لكن هذا المنظور القديم هو اللي نشحت من عنده، يعني هو الذي افرز لنا هو الذي جعل الاديان او فرصه الاديان ممكنه. الأديان ظهرت لتلبي هذه الحاجة هي التجمع بين الأفراد وإنشاء الجماعات وبعد ذلك الدول والسلطات الحاكمة. وهذه السلطات الحاكمة ماذا تحتاج؟ لا تستطيع أن تحكم أي جهة إذا ما كنت أنت إذا لم تحظى بالطاعة، فما جدوى أي سلطة. فبالتالي الإله محكوم بعبيده، وإن أخرج هؤلاء العبيد عن سلطة هذا الإله فبالتالي لم يعد إلها ولم يعد لم تعد له قيمة. وبهذا السبب دائما نحن نشوف الآلهة تموت على حال الإنسان، مثل ما تموت السلطة الإنسان يفقد هذا وهج السلطة الذي يحيط به فينتهي تماما. مثل صدام حسين مثلا، شخص سقطت دولته وسقط جيشه وسقط كل شيء، فبعد ذلك الرجل تجده إنسان عادي جدا مثلي ومثلك، ووهج السلطة كيف هرب منه. فتراه بشكل عادي، انظر له قبل هذا، قبل في سلطته في جبروته، ستجد أن لا تراه بالمنظور العادي. احنا هذا يخلينا احيانا وهاج السلطة أحيانا عندما نشوف ناس مشهورين نشوفهم على أرض الواقع نتفاجئ، وهو معقول هذا هو نفسه يعني اللي أنا أعتبره كائن أسطوري كائن غير معقول. فبالتالي الفكرة السلطة هي هكذا، إحنا السلطة موجودة بداخلنا. هو يجي رجل الدين يغذيك على هاي السلطة يوميا ويفرض عليك فرائض وعبوديات وكذا وكذا إلى أن تصبح هاي أسألة كأنما لا تقبل النقاش، تعبت آخر هو مشهور وعظيم وكبير ويجب أن تنصاع له، وهو الوصي عليك وهو الذي يفهم أكثر منك ومعروف أكثر متميز عليك بكل شيء. هذا النموذج يصبح هو النبي، هو الإله، فهو يعني الأيدول، فيصبح هو النموذج المثالي مالتك. هذه هي الفكرة اللي خلقت الآلهة، واللي علماء ومفكرين تعبوا نفسهم كثيرا حتى يعرفون أصلها، البيورباخ وغيره. فالقضية هي هاي ببساطة، لا ما يحتاج إلى فلسفة عميقة.
وكما قلت هاي المواصفات كلها تعبر عن علاقة الحاكم بالمحكوم، أي بالسلطة بمعناها التاريخي القديم، وهاي السلطة هي الله. وبالطبع الإنسان يعني يبقى إنسانا يحترم نفسه ولها لنفسه الأولوية مهما حاولت تهجيمه. هذه مسألة لا تقبل النقاش، لهذا السبب كانت تجد نسب التقديس عالية جدا، نسب الترويض عالية جدا، العنت والتناقضات في الدين تجدها طبيعية جدا، لأنه هو هدفه يروض هذا الإنسان. أنت في لحظة تكون طيب، في لحظة تكون متسامح، وفي أخرى شيطان وكبار متمرد بكار، وهذه مواصفات الإله نفسه. فبالتالي المضر مثلا، لكنه أيضا الرحيم. هو هاي كلها أشكال مختلفة، اللغة الدينية تتصرف بطريقة خاصة، لكن الهدف دائما تجده موجود خلف هذه اللغة. هذا يخلينا نفسر ونفهم تناقضات القرآن، هذا اللي بعض الأصدقاء يعني لا يدرك ما أعنيه بضرورة فهم اللغة القرآنية، اللغة الدينية، اللغة كيف يعبر الدين عن حاجاته بطريقة رمزية ويستخدم عبارة، لكنه في الحقيقة هو يقصد شيء آخر تماما، ربما يناقض العبارة نفسها، مثل علاقة الرحمة بالشدة والقوة والرحيم والمضر، فكيف تواجه بين الأمرين؟ وعليه فأن الإنسان مهما حاولت كل هذه المحاولات الدين سيطر على الإنسان، والتي جعلت رجال الدين موجودين قرب أي بيت، يعني تجد هو عندما تولد أنت تجد قربك على بعد 50 متر تجد رجال الدين. هذه يخلينا نفهم لماذا هذا رجال الدين موجود. تستغرب أنا بطفولتي أشوف رجال الدين موجودين بالشارع ومسجد، كل هاي شنو فائدتها؟ ما أعرف شنو. وهذا اللي خلاني دائما أسأل وأحاول أفهم ماهية الدين، وما هو لماذا الدين له كل هذه الأهمية. لأنك عندما تولد تجده أمامك، تجد رمز السلطة، هذا رجل الدين موجود في الشارع، أي شيء يحدث في الشارع هو يراقبه وهو يتابعه ويكون حريص على أن ينقله إلى السلطات العليا، أو السلطات العليا سواء السلطات السياسية الحكومية أو السلطات الدينية التي يرجع إليها. فهو نوعان من السلطة، هذا موضوع آخر ناقش، لكنه بالنهاية هو يرفع ما يحدث في الشارع، وبحيث هؤلاء يجلسون ويعرفون تفاصيل ويحدد كيف يتم تدجين الشعوب أو الجماعات في المراحل القادمة، وكيف تتم يعني كيف يتم يعني يسوون أبديت على عمليات التدجين والترويض في هذه الجماعات وفقا لتصرفاتها. يعني لا يمكن أن تكون هناك أنواع متعددة من المخلوقات، مثلا حتى الأغنام، الراعي الغنم يعرف أغنامها، هناك أغنام متمردة، هناك أغنام تطلع ظواهر استثنائية تحتاج إلى أبديت وإعادة نظر في عمليات الترويض والتدجين. عليه فإن الإنسان الذي يعبر عن إنسانيته وعن تمرده هذا ما إنسان مرفوض، هذا يعني لابد أن يتم تحجيمه وترويضه وإذلاله أمام الجميع لكي يعرف أنه لا حق لأحد على هذه السلطة أو الإله بالمعنى الدقيق. هذا ليش؟ لأن كما قلت يلغيها إنسان أصبحت إنسانا، بالتالي ما الحاجة لوجود إله؟ ما الحاجة لوجود السلطة؟ أنت إنسان، معنى الإنسان المكتمل الذي لديه حقوق ولديه رأي ولديه موقف ولديه خصوصية واستقلالية. فإذا أنت هذا كله يبطل عمل السلطة ويبطل عمل أي دولة وأي أي منظومة حكم. يعني وجود الإنسان معنى الدقيق هو غياب للإنسان، وهذا هو اللي أثار الآن يعني نكتشف ماذا كل هاي الحركات الأسرية ظهرت ولماذا تميزت بكل هذا العنف، لأنها لا تمتلك الطريقة التي تكشف بها الحقيقة، تكشف أنها تريد ترويض البشر، تحويلهم إلى كائنات عبيد تعبد فقط وتطيع، كائنات مطيعة.
فلابد أن تتسب بهذا العنف. لا خيار آخر، هم ما أتوا غير خيار العنف. الدين هو وجه آخر للعنف، لأنه هو نتاج العنف، كما عندي حلقة عن أن العنف هو الذي ينتج الدين وليس الدين هو الذي ينتج العنف. بالعكس، الدين هو وجد لكي يرتب ويعني يزوق عمليات العنف الموجودة داخل الإنسان طبيعي. حرية الإنسان بالتالي واستعادة هذا الإنسان لإنسانيته معناه غياب السلطة الإله، وهذا له اسم دينيا وهو يسمى كفر، وهذا كافر جاحد وظلام أو يعني أسماء كثيرة. هنا راح نكتشف، راح أخليها الحلقة المقبلة عن اللغة الرمزية للدين ووظائفه. هنا يصبح الإنسان، كلمة الإنسان هو العبد المؤمن، أما الإنسان وليس الإنسان العبد هو الإنسان الكافر النجس، أي معنى آخر النجاسة تعني أن هذا كائن خرج من بشريته وأصبح حيوانا، ويتم التعامل معه كما يتم التعامل مع حيوان، ويمكن التضحية به كما فعل اسمع خالد القسري مع سعد بن درهم، قال يا ناس ضحوا للعيد، ونزل من المنبر وذبح سعد بن درهم كما أتذكر، ولا قد أيضا كلمة المؤمن ما معناها؟ معناها المطيع، معناها هو المجاهد في جميع المجالات ضد كل شيء يتعارض مع الدين مع الإله وكبروته، بل يجاهد حتى نفسه. يعني أول مهمات المؤمن يقولون له أن تجاهد. هذا المؤمن فرحان، أنا جاهد، ما مصدق أنا جاهد نفسه. هو يشعر بالفقر، أن هنالك أشياء داخله، امرأة جميلة وكلها أنوثة، لا تجاهد نفسك، هاي نفسك يجب، هناك الشياطين تشتغل. هو شريدي حوله لا ماكنة إنتاج لعبيد جدد، ويريد يحجم هاي المسألة، لأنه إذا امتلكت إنسانيتها امتلكت حريتها امتلكت جسدها امتلكت نفسها، فبالتالي ما الحاجة لوجود رجل دين أو إله أو قص مقدس. الله أيضا يصبح هو الوجه الآخر للرسول، الرسول أيضا يصبح الوجه الآخر للحاكم، والحاكم أيضا يصبح الوجه الآخر للرجل الدين. بالنتيجة هاي كلها هي تعبيرات أو أشكال لغوية للسلطة ومفهوم السلطة المطلقة. السلطة المطلقة هي نفسها الله، هي نفسها الرسول، هي نفسها الحاكم، ونفسها رجل الدين. الشيطان هو المناظر، الوجه الآخر. الشيطان هو الحالة الكلية للإنسان عندما يحقق إنسان. معنى أنا قلت أنه كل ما هو شر وشرير وشيطاني هو ما يكرهه القطيع، هو ما يكرهه السلطان أو الحاكم أو رجل الدين. كل ما يكرهه رجل الدين هو شرير. هذا تصبح العلمانية شر، حقوق الإنسان شر، الإنسان نفسه هو الشرير وهو الشيطان كما قلت. تصبح أيضا حتى الهداية إنما الله يهدي إن الله يهدي من يشاء، تصبح هاي الهداية هي نوع من أنواع الرشوة، أي أن لك الهداية هناك كتب يتحدث الله يهدي من يشاء وتبريرات، وبعد ذلك يعني يقول لك إذا أن الله يهدي من يشاء ما داعي للدين كله يعني هذا ما داعي لوجود رسول. فهاي التناقضات عجيبة غريبة، واحدة من التناقضات الخطيرة جدا، لكن بالحقيقة المقصود واضح، هو المقصود الله يهدي من يشاء، أنني أنا صاحب السلطة وأنا الذي أهدي من أشاء، أو أنني أيضا أنا أختار، ربما أختار بعض الكفرة والمنافقين وأرشوهم وأرى بأن أمر أن رشوتهم أمر لا بد منه لتحقيق هذا تحقيق الهدف الكبير وهو السلطة السلطة السلطة. شكرا جزيلا وأسف على الإطالة، مع السلامة.